ايه المشاكل اللي احنا محتاجين ان شاء الله باذن الله نبعد عنها ونتحسن فيها في دور 16؟ وانا مع صبر طبعا ان احنا ما قدمناش اداء كبير، وان على مستوى النتائج تعادلات والاهداف دخلت فينا، بس انا مع فكره التفاؤل اللي هو بنتحسن، يعني طالعين لفوق مش نازلين لتحت. نعمل ايه والمشاكل كانت عندنا ونعمل ايه عشان ان شاء الله تبقى الامور احسن. طيب ألف بيه، لما تيجي تتكلم على تحلل اداء فريق استقبل 6 اهداف، سجل 6 اهداف. طيب ال6 اهداف اللي سجلهم مفيش مشكله، معدل تسجيل بتتكلم على 2 ممتاز، هجوميا ممتاز. بتتكلم بقى على المشكله، ايه المشكله اللي عندك، ايه اللي انت عايز تصلحه، ايه المشاكل اللي موجوده، مشاكل دفاعيه بحته. صح. الف ب. طيب الناس انتقدت هاني، عمر كمال، حمدي، فتوح، حجازي، منعم، هل المشكله عند دول خالص؟ هل هم في افضل حالاتهم؟ برضو لا، برضو لا. لكن هل المشكله عند دول؟ الاجابه لا. طب تعالى نشوف الاجابه لا ليه. ايه المشكله، ايه السر الحقيقي، ايه المشكله جايه منين؟ حلو. الازمه اللي حصل لنا استقبال 6 اهداف، كل فريق بيروح بكوره بيحطها فينا ليه؟ طب تعالى نشوف، يلا لو نجهز الحالات بتاع السر الحقيقي ورا المشاكل الدفاعيه اللي موجوده عندنا. هل السر الحقيقي ده ورا انخفاض مستوى اللاعبين بس ويسال عنه اللاعبين بس، والمشكله بقت في حجازي فجاه وعبد المنعم فجاه وهاني فجاه، وفي مبدا عام في الكره عبر المصور تجهز معانا انه لما الاقي في انخفاض في عدد كبير من اللاعبين فانا بتكلم هنا لا ده مروان، انا عايز رقم 2 الملف اللي بعديه على طول بتاع المشاكل الدفاعيه. فلما يكون عندي انخفاض في عدد كبير من اللاعبين وانا عمال ببدل، بشيل باك ليفت احط باك ليفت، عمال بشيل باك رايت احط باك رايت، لما الاقي ان كل دول عندهم مشاكل وكل دول مش في حالتهم، لازم اروح للمدير الفني اقول له انت المشكله عندك في السيستم اللعب، المشكله في طريقه الضغط. تعال بص يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتدافع، بص ده ال3 خطوط بتوعنا، انت بتدافع هنا، ايه الملحوظ، ايه اللي انت شايفه هنا ملحوظ؟ هو احنا كده دي منطقتنا احنا ولا لا؟ احنا كده طالعين بنضغط. طالعين بنضغط على كفرد، الحارس بتاع كفرد، ايه اللي انت شايفه؟ قول لي انت ان احنا ما بنضغطش عادي. لا، ان المسافه دي كبيره جدا جدا جدا. لو انت عندك احسن لعيبه بتعمل ضغط في الكون ده، غير لما اجي لك بقى شويه بعد الضغط احنا بنعمل ضغط كوميدي. ما ده اقصد كده ان انت ضغطك هنا سيء. لا، انت ضغطك كوميدي وبتضغط في مساحه لعب كبيره، بتتضرب بباص وانت بتضغط وحش، فبتلاقي عندك مساحات غير طبيعيه. بص المسافه اللي موجوده من اول الحارس لحد الثلاثه بتوع وسط الملعب قد ايه؟ كل ده فاضي. بعديها المسافه ما بين خط الدفاع وخط الوسط قد ايه؟ كل ده فاضي. ليه؟ علشان انت الطبيعي بتشتغل على مساحه 40 متر، بتشتغل على مساحه 50 متر، حتى لو انت ما عندكش حده الضغط الامور مش تبقى باينه لان اللعيبه قريبه من بعضها كومباكت. طب هل ده اثر عليك واثر على شكل المدافعين؟ طب تعال نروح للحاله اللي بعديها، يلا اللي بعده. بص هنا كريم، انت ايه اللي خلى كيروش عمل اداء عظيم اللي ما كانش عاجب الناس؟ كارلوس كيروش لما كان بيستخدم مصطفى محمد، هل مصطفى كان بيطلع يضغط من هنا؟ لا، مصطفى كان بيضغط، بيلعب ميديم بلوك، بيضغط من على الدايره. ليه؟ عشان المسافه تكون صغيره. مصطفى لما يضغط يلعب يطلع يضغط على لعيب رقم 6 علشان ما يخليهوش يستلم. هنا انا مطلع مصطفى يضغط على كام لعيبه يا كريم؟ 2 سنتر باكات والجون، 1 في وسط 3. هيعمل ايه مهما عمل؟ مهما جري يجري على مين ويعمل ايه عشان يعمل ايه؟ زوايا تمرير كلها مفتوحه. هنا فين لما راح له الثلاثه بتوع وسط الملعب؟ طب الثلاثه بتوع وسط الملعب بيضغطوا على مين؟ على ولا حد. الثلاثة بتوع الخط الامامي بيضغطوا على مين؟ على ولا حد. هم قريبين بس مش، انا ما بتكلمش على الاثنين، انا ما بتكلمش هنا على مروان وامام، انا بتكلم على الثلاثة اللي تحت مصطفى. بيعملوا ايه؟ ولا شيء. ما بيعملوش اي حاجة. ابتدى الراجل ده بيشاور، يعني الراجل ابتدى يشاور احنا عايزين نضغط، بس امتى؟ وانا سايب 2 فاتحين. الفريم اللي بعده نفس القصة. انت عندك هنا دايما، بص هنا في اللقطة دي احنا مزومين، بص امام عاشور بيشاور لهم بيقول لهم انتوا فين؟ ما هو طالع يضغط، امام عاشور بيحاول يطلع يضغط. فدي المشكله اللي كانت بتحصل لما امام بيطلع يضغط من فوق، امام طالع ضاغط فوق، ضغط سلبي بلا نتيجه، حده الضغط قليله لان انا بطلع اضغط لوحدي، 2 لعيبه بيبقوا طالعين ضاغطين على 4، فطبيعي زوايا التمرير مفتوحه، في لعيب دايما حر، الفري بلاير اللي بيتخلق هم مش محتاجين يتعبوا عشان يخلقوه الفريق اللي بيلعبك، فبيطلع بمنتهى السهوله. اللي بعده اهو ده اللعيب الحر، مصطفى طالع هنا ضغط على مين؟ ضغط على واحد، الحارس فاضي والسنتر باك التاني فاضي، فطبيعي الكره راحت للراجل ده، بداوا الهجمه بشكل طبيعي جدا. اللي بعده نفس القصه. بص هنا امام عاشور كان طالع بيضغط فوق، ضغط سلبي ما عملش نتيجه، بس هو ساب مكانه بتاع مركز 8، اضطر مروان يرحل، فاترفعت الخط لفوق فزودت المساحه. بص الراجل في وسط الملعب اللي عليه علامه صفراء ده كريم لوحده تماما. ايه سبب المشكله؟ ان مروان مفيش حده في ان امام مفيش حده في الضغط من فوق الخط الامامي، اضطر يطلع يضغط هو، ساب مكانه بقى فاضي، اضطر عمليه الترحيل فضت لعيب.
هل هم بقى بيعملوا حاجة صعبة الفرقة اللي بتلعبك؟ لا، كل الفرق بتخترقنا بالشكل ده، ده دليل ان هي مش جودة في الخروج بالكرة وبناء الهجمة عند المنافس، هي مشكلة عندنا. طب انت محتاج تعمل ايه؟ روح اللي بعده، اللي بعده نفس القصة. بص امام فين؟ طالعين كلهم فوق، انت طالع بتضغط ضغط عشوائي، عندك عدد لكن انت لا قافل زوايا تمرير ولا طالع عندك حده في الضغط وعلى حامل الكرة. دي في مرحلة عدم الحيازة، لأن انت بتضغط مرتين وانت معاك الحيازة. بنعرف نعمل ده لو احنا بنهاجم واحنا بندافع. في مرحلة عدم الحيازة المفروض انت تبقى قافل زوايا التمرير، ضاغط على كل اللعيبة علشان تجبره يحط الكرة في مكان معين. ده اللي بيعمله الاهلي مثلا مع مارسيل كولر لما الاهلي بيكون في حالته. عملية الضغط العكسي اللي بيعمله مارسيل كولر هي معتمدة ان انا بضغط كمجموعة وبرجع كمجموعة. فانا لما بتحرك كمجموعة دايما مقلل مسافاتي، ضاغط بشكل ممتاز، قادر ان انا استعيد الكرة. طب انا ما عملتش ده كله، انا لا ضغط ولا قفلت مساحتي. اللي بعده بص هنا، حجازي الكره دي لما جه لك في الواسع على معمل زوم اوت، الكره الراجل حجازي سايب مكانه. الكره دي عملها عبد المنعم، لو اوريك الخريطه الحراريه بتاع حجازي وعبد المنعم في اخر 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 صورتين في السيجمنت ده، هتلاقي ان طول الوقت حجازي وعبد المنعم بيتحركوا في مساحه طوليه كبيره جدا. فانت لما بتسيب مكانك المساحه اللي بالعرض فاضيه. كمل اللي بعده، فبيبان ان هم وحشين. كمل اللي بعده، بص حجازي طالع فين؟ دي قلت لك انا زوم، اعمل لك زوم ان، بص زوم اوت، بص حجازي فين؟ حجازي طالع هنا ليه؟ ساب مكانه، فضي المكان وبقى فيه مساحه كبيره جدا، طبيعي جدا يطلع بصح جون. اللي بعده بص، دي الخريطه الحراريه بتاعت اول ماتش بتاعت محمد عبد المنعم واحمد حجازي. هل طبيعي ان السنتر باك بتاعي في مباراه انا كنت فيها وحش جدا، في مباراه كنت وحش جدا، دي تبقى الخريطه الحراريه بتاعت الاثنين سنتر باكات؟ بص واصلين لحد فين الخريطه الحراريه، واصلين لحد وسط الملعب وواخدين مسافه كبيره بيتحركوا فيها. ده مش طبيعي. هو ليه بيتحرك؟ انا بحرك مزاجه، هو بيتحرك نتيجة ان في مساحة هو بيطلع عشان يغطيها، فبيسيب مكانه، ساب مكانه، بقت كارثة. الفريم اللي بعده، اللي بعده الماتش اللي بعده تاني مباراة نفس القصة نفس الأزمة. هل هو طلع بالصدفة؟ الفريم اللي بعده تالت حاجة عشان انا طولت جدا. لا نفس القصة، انا جبت ابراهيم شاي يعني كان طول كلام زي الفل نفس القصة. ادي اليمين وادي الشمال، حجازي ناحية اليمين وعبد المنعم ناحية الشمال، واصلين لحد بعد دايرة السنتر. مو صعبة جدا لو انت كملت بنفس الشكل ده. منتخب المغرب عمل انجاز في كأس العالم، هو بيلعب فرق اقوى منه بكتير لانه اشتغل في 30 40 متر. انت مش قادر تطبق الفكرة بتاعتك دي، ارجع اشتغل ب 30 40 متر ونبقى نتكلم بقى لما نجري على التشكيل.